يا هلا، شلونكم اصدقائي؟ بما انه الشتاء جاي، عالم الاوروبي واصلت بضاعه الشتاء، حبيت اصور لحضراتكم. تعالوا وياي. الاوروبي وين عنوان اصدقائي؟ الشعب هذا شارع عدن، شارع عدن من هنا سوق شلال، وهذا ركن فلافل لبنان، هو يصير بصف مجمع الخضراء. حبيبي شلونك استاذ علي؟ شلون صحتك؟ اول شيء خليني اعلم الزوالي. اي عين استاذ علي، هذا تركي، يسمونه تركي حرير، 5 امتار ب 65 الف القطعه، الزوج 130 الف. اي هذا عرض خاص، يعني مو ماكو منه بالسوق. هذا اللون الاخ، 5 متر ب 65 الف القطعه. هذا الصوبات كله ياباني، النظافه 95%، كله على 100 الف. هذا كله ب 100 الف، لا 125 ولا 120. وانت رجال يجوز مصور بغير مكان. هذا البراد سعره 100 الف، هاي ب 100 الف، المرشح لك بالكارتون. هاي الصوبه ب 100، عندك ذني الصوبات الصغار على 75. اوكي استاذ علي، هذا جديد، هذا كله جديد. هذا الستايت ب 65، بس البكره ب 75، بكره سعره 75 الف دينار. هاي الغساله ب 190 الف، 25 كيلو. هاي مجمدة أوغما جديدة لك بالكارتون، ما مستخدم نهائياً، سعرها 225 ألف دينار. هاي الصوبة سعرها 40 ألف. هذا طباخ مصري أستاذ علي، 5 عيون لك، ما مستخدم نهائياً، لك جديد، سعرها 400. هذا مصري. هاي الغسالة سعرها 250 ألف دينار، على الفحص، ماركة جيبسون. هذولا على 25 ألف. أستاذ علي عندك هاي صوبة غاز كهرباء، هذا ياباني، هذا سعره 80 ألف. هذا 55 الزيت، هذا ب 40. بس استاذ علي بدون معامله، يعني الزبائن بعد احنا ما نقدر نوقع لها، يعني خصمنا لهم الاسعار من البدايه للامانه حتى لا يحرجوني. هاي المكنسه 75، هاي سويتها ب 100 الف المكنسه، هذا سعره 65، اصلي باله اصلي، هذا ينقلب يصير رف. اوكي استاذ علي، هذا 35، هذا 55، 50 ألف. هذا باله، هذا صخان عراقي 3 ملم، بضمان 3 سنوات، هذا ضمان استبدال، هذا 120 لتر، سعره 150 ألف، بس هذا مدى الحياة الصخان. تفضل 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 ابو حسين. الله وياك. السلامة. الله يسلمك. فك اليوم جايب لك بضاعة خبل، جايب لك فرن 1 في 3، فرن وقلاية هوائية وما يكرم، حجم 60 لتر، ماركة ليبرونيكي الأصلي، فرن قلاية هوائية ما يكرم، 3 صوانف. أستاذ علي هذا درجة أولى، هذا سعره 140 ألف دينار، العملاق هذا الضخم، قطعة واحدة جديد لك غير مستخدم، سعره 450 ألف دينار، لك بالكارتون جديد. لك هذا براد مال مي ميديا، سعره 125 ألف دينار، ما مستخدم نهائيا. هذا الطباخ سعره 125، هذا الطباخ سعره 450، جديد ما مستخدم. اوكي استاذ علي، ستيل. عندك هاي طباخ 4 عيون على 200 ألف دينار، جديد غير مستخدم. هاي عندك صوبه تدفئه، هذا هيتر فان، سعره 45 ألف دينار. استاذ علي هاي الخلاطات على 25. استاذ علي عجانه 8.5 لتر، ماركه ليبروني، كلونين كرزي والاسود، 125 ألف. هاي الصوبات على 100 ألف، هاي الافران على 60 ألف، هذا الفرن سعره 85. هاي العجانات ذاكريها احنا استاذ علي، عجانات 65 ب 55. استاذ علي حبيبي تعال يمي، عند هاي ثلاجات استاذ علي ب 400 ألف دينار، 400 ألف دينار واصل ببغداد، واصل ب 400 ألف دينار. هذا جديد غير مستخدم نهائيا، لوك. هاي الثلاجة سعرها 450 ألف دينار استاذ علي، حجمها 22 بلازما، هذا جديد لوك غير مستخدم. استاذ علي حبيبي تعال يمي، عندك هاي ثلاجة حجم 20، سعرها 400 ألف دينار، هاي جديد ما مستخدم، حتى اليد ما مشدوده. عرضه، هاي العارضه سعرها 350 ألف دينار استاذ علي، هم جديد ما مستخدم نهائيا، لوك. على حبيبي عندك هاي مجمده عشتار حجمها 14، هاي سعرها 325 ألف دينار، هاي ولا هاي اي وحده تريدها. هذني الطباخين استاذ علي حبيبي،
على 175 ألف دينار الواحد جديد ما مستخدم. هذا الجدر ب 30. عندك هاي المكنسة الليبرونيك العملاق سعره 60 ألف، هذا الصوبة سعرها 65 ألف دينار. هذا ياباني استاذ علي حبيبي. حبيبي استاذ علي، عندك هذا دريش شحن ألماني باركسايد الأصلي، شحن أبو الليزر هذا مال خشب، سعره 75 ألف دينار. عندك هذا الطباخ عيني استاذ علي سيلفر كريستال ماني 65. استاذ علي هاي الشاشة حديمة 65، سعرها 475 ألف دينار، 4K فول مواصفات. أوكي استاذ علي حبيبي، هاي شاشة رويال الرحمن، هذا حتى لا يقولون مو مال، هذا مو مال باله، بس هذا نوعية جيدة، هذا دبل ريموت، هذا سمارت، هذا حجم 50 استاذ علي، سعرها ب 325 ألف. استاذ علي هاي الغسالة ب 100 ألف جديدة ما مستخدمة نهائيا ولا أبد، يعني بس شنو استاذ علي شوية بيها فطر هنا، هاي شوف هذا الفطر استاذ علي، بس هذا سعرها 100 ألف. على حبيبي هذا طباخ مصري يونين اير 4 عيون دبل شوايه، سعره 230 ألف دينار. هاي الجدوره، هاي الجدوره ب40 ثلاثتهم، هذا ترمز ب 15، هاي الساحب ب 20 ألف، هاي المكنسه سعرها 40 ألف سويتها، هاي مفاتحها استاذ علي، هاي شوفها سعرها ب 40 ألف، ماركه ليبرونيك الاصلي. عندك هذا طباخ منضد ستيل 4 عيون سعره 100 ألف. عندك هذا فرن تندور ماركه تاور سعره 75 ألف دينار. عندك هاي مالت الشامية استاذ علي ب 25 ألف دينار، تصفية هاي ب 12 قدم جديد غير مستخدم لوك بالكرتون، سعره 250 ألف دينار بلازما. هذا هذا فرن ألماني حجم صغير سعره 50 ألف دينار، ألماني أصلي جيرماني. عندك هاي الفارة ماطور سعرها 65 ألف دينار استاذ علي. عندك هاي المثرامة سعرها 55، هذا الأوت سويته ب 20 كان ب 25، هاي العصارة الشحن ب 15 ألف دينار. عندك هاي المكنسة استاذ علي ب 60 ألف صارت، هاي إيطالة أصلي 35 لتر. عندك هذا السيت 45، عندك هاي المايكرو الألماني الأصلي سعره 90 سويناه كان ب 100، هاي العصارة 35، هذا مجفف مال شعر سعره 25، هذا ال أنت بيرمن استاذ علي حبيبي، هذا البيرمن سعره 30 ألف دينار، هذا البيرمن الأصلي جدر ضغط 8 لتر استاذ علي ب 50 ألف. عندك هذا الأوت العمودي سعره 30 ألف سويته جديد غير مستخدم. عندك هاي الصوبة ماركة نوال التركي استاذ علي ب 40 ألف دينار. عندك هاي المكنسة 30 لتر حقيقي العملاق استاذ علي حبيبي ب 75. عندك هاي غسالة مال الأحذية ومال ملابس مال أطفال سويتها ب 60 ألف دينار. عندك هاي كابسة الصاج ب 45، جدر الضغط ب 55، عندك هاي ست البيت عيني ماركة ليبرونيك 14 قطعة سعرها 100 ألف دينار. عندك هذا الجهاد مال حفافة مال شعر ب 15، سيت قدر ب 40 ألف دينار، سيت قدر ب 45، عندك كابسة الهندية عين استاذ علي سعرها 30 ألف دينار. تعال يمه حبيبي، تعال يمه ابو حسين، غلاية ب 10، خفاقة ب 10، دلة مال قهوة ب 10. عندك هذا مال شعر مو ب 35 ب 30 اللي بسويته، مو ب 35 هسه ب 30. عندك هذا سيت مال الجذور ب 25. عندك هذا جدر الضغط ب 15 ألف دينار. هاي الاحزمه 2 ب 5 صارت. كل 2 ب 5 احزمه. هاي التيشيرت استاذ علي حبيبي ب 10 آلاف. يجي جديد لوك بتشيس، هذا تركي عندي تقريبا 6 ألوان 7 ألوان. وعندي احجام موجوده بميديوم لارج اكس لارج ب 10 آلاف، للامانه ب 25 يبيعون بيه بغير مكان، انا بيع ب 10 آلاف استاذ علي حبيبي. استاذ علي عيني، عندك هذا الهيتر سعره 40 ألف باله اصلي، هاي البنكه سعرها ب 20 جديد بالكرتون، هذا سعره ب 20 هيتر كهربائي. هاي الخبازه عيني ابو حسين هاي ب 50 مو ب 55 لحبيبي. عندك هاي كابسه مال الصاج المانيه اصليه، هاي بها صوانه الندع للغسل، هذا باله اصلي سعره 40 ألف دينار عين ابو حسين. عندك هذا سيت الجدر سعره 25. عندك هاي مبخره مال معطر مال جو سعره 20 ألف دينار. عندك هاي مال تليكريب استاذ علي حبيبي سعره 25 ألف دينار، هذا باله. عندك هاي القاصه ابو حسين سعره 30 ألف، هاي قاصة درجة أولى ب 30 ألف دينار. هاي الغلاية ب 10 أبو حسين، كابسة مال الصاج 45، محضرة مال الطعام ب 15،
هاي الكاسة صارت بخمسة كريستال، كريستال أصل للأمانة 5000. هذا التندور ب75 ماركة تور. هذا الهيتر سعره 30,000 دينار أبو حسين، هذا الهيتر سعره 30,000 دينار، هذا الأوت ب20، هذا جهاد مال التدليك الأصلي سويته ب25. عرفت؟ بعد كم هاي الصوبة يابانية، هاي بالة حجم كبير مثل ما تشوفون، سعرها 85,000 دينار. طبيب استشوار سعره 25,000 دينار أصلي. عندك هاي طاحونة 150 غرام سويتها ب25,000 دينار أستاذ علي. هذا المكوى ماركة تور هم ب25. عندك هذا المجفف ذكرناه ب30. عندك هذا الأوتي هم ذاكرينه سابقا سويناه كان ب25 سويناه ب20,000. عندك هاي ماكينة الحلاقة كانت ب20 سويناها ب15. عندك هاي الماكينة الحلاقة الثلاثية الأصلية ب20,000 أستاذ علي حبيبي. هاي ماكينة بها 60 حب. أهلا على حبيبي. هذا فرن حجمه 80 لتر ماركة ليبرونيك، هذا فول مواصفات دبل جامع، سعره 155,000 دينار. عين السال علي، هاي واحد في ثلاث سعره 30,000 دينار. 30,000؟ 30,000 شحن كهرباء مساء أصلح هذا. أي هذا عالم الأوروبي، كل أنواع الأجهزة المنزلية اللي تحتاجوها سواء بالمطبخ بالصالة بأي مكان، تشوفون صغار كبار تلفزيونات ما شاء الله. هسه جايب وجبة جديدة مال سخانات، جايب وجبة جديدة مال صوبات، هاي ثلاجات أسعاره جدا مناسبة، وهو طبعا أسعاره ويا الخصم اللي قلناها بالفيديو، يعني بعد ماكو أي تنزيل، لأنه هاي أسعار تنافسية الخاطر متابعين القناة مثل ما تشوفون ما شاء الله. زين توصيل عنده لكل مناطق بغداد وكل محافظات العراق. تليفونه بالشاشة، اتصلوا عليه إن شاء الله ما يقصر وياكم.